السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. الحصول على قبول من أغلب جامعات العالم حول العالم هو مسألة واضحة للجميع. تقريبا كل الجامعات حول العالم للحصول على قبول منها كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع الجامعة والتقديم، ولكن الكثير من الطلاب يراودهم حلم العمل والدراسة في نفس الوقت، والسبب هو وجود بعض الظروف المادية أو عدم وجود دعم وكل هذه الأمور. واكتشفنا في الأسابيع والشهور الماضية أن الكثير ليس عندهم رؤية واضحة لهذه الآلية. والآن لو نظرنا إلى مسألة العمل والدراسة في نفس الوقت، الدول التي تسمح بذلك دائما واضعة حد لعدد الساعات في الغالب، وهذا الحد هو 20 ساعة في الأسبوع. الآن لو افترضنا أن الشخص كان محظوظا وجد عملا من أول ما وصل، ووجد عملا يعني يعتبر الأجر نوعا ما أعلى قليلا مما يأخذه الطلاب، لنفرض أنه وجد عملا ب 15 دولار. الآن لو ضربنا 15 في 20 ساعة في 21 يوم في الشهر، بمعنى يعمل الأيام الأسبوع ولا يعمل في إجازة الأسبوع، سنجد أن الشخص سيحصل على 1200 دولار في الشهر. هذا المبلغ سيكفي إما للسكن والمعيشة وإما لدفع رسوم الدراسة، لن يكفي للاثنين معا. وإذا ضغط الشخص على نفسه وعمل كل يوم من أيام الأسبوع سيرتكب مخالفة، لأنه المسموح له 20 ساعة. كيف يعرف ذلك؟ أنت عندك طالب عندما تريد العمل سيطلب منك ما يسمى بالسوشال سيكوريتي نمبر. هذا الرقم يسمى اسم مختلف في بعض الدول، ولكن هو في نهاية الأمر نفس الرقم. هذا الرقم الذي ستستخدمه الشركات لدفع راتبك، وهذا الرقم الذي سيستخدموهم عندما يقدموا قائمة الضرائب الخاصة بمدفوعاتهم ومصروفاتهم. لذلك هم سيعرفوا كم ساعة اشتغل في الأسبوع. إذا ما هو الحل؟ كيف تستطيع أن تعمل وتدرس في نفس الوقت وتوفر احتياجاتك؟ في هذا الفيديو إن شاء الله سنعطيكم الوصفة. أولا احرص على الحصول على هذا الرقم. بعض الأشخاص قد يعطيك نصائح جدا سيئة ويقول لك لا تأخذ هذا الرقم حتى لا يعرفوا كم دخلك، ولكن هذه من أسوأ النصائح التي تعطى للبعض، لأنها ستؤثر على مستقبلك لاحقا في البلد عندما تريد الحصول على إقامة أو جنسية وكل هذه الأمور. فبالتالي أولا احصل على السن نمبر، بعد ذلك حاول أن تفهم النظام الضريبي في البلد الذي أنت فيه، حاول تفهم كيف يحسب الضرائب، كيف بإمكانك الحصول على أمور تسترجعهم منهم، لأنه من يعتقد فقط لوجود نظام ضريبي سيأخذ كل أموالك أو أغلب أموالك، هذا الاعتقاد خاطئ. أنا لي في كندا الآن بضع سنوات، وكم دفعت ضرائب؟ لا شيء تقريبا، بالعكس استطعت أن استرجع بعض مصروفاتي التي دفعتها في أمور أخرى. لماذا؟ لأنني فهمت نظام الضريبي في البلد الذي أنا موجود فيه. وكل شخص يستطيع فعل ذلك، وينتهي بك الأمر لا تدفع أي شيء ضرائب. لذلك حاول أن تفهم النظام الضريبي في البلد الذي أنت فيه. ثالثا ابحث عن عمل في أحد مجالين رئيسيين. المجال الأول هو الأعمال التي يوجد فيها دخل ثاني غير الراتب الأساسي، وهذه الأعمال تنقسم إلى قسمين: الأعمال التي فيها عمولة، والأعمال التي فيها مردود عالي مما يسمى البخشيش. والأمر ليس فيه عيب، ليس فيه إحراج، أنت لا تطلب حسنة، أنت لا تطلب مساعدة من الناس. الثقافة الموجودة في الكثير من البلدان الغربية هي إذا أحسنت عملك أو أحسنت خدمتهم في عملك يعطوك مقابل لذلك، غير مقابل المنتج الذي اشتروه. والآن احذر من هذه المسألة. بعض الدول مثل أيسلندا لا توجد عندهم هذه الثقافة ويعتبروا البخشيش عيب، لذلك من يريد العمل هناك في مجال فيه بخشيش لن يجد أي مجال. فمثل المطاعم، مثل الفنادق، كل هذه الأماكن الخدمية يوجد فيها مستوى عالي جدا من المخشيش يجعل دخلك يرتفع بشكل كبير. بعض الأماكن الذين يعملوا بنظام العمولة مثل مجال المبيعات، هذا مجال كبير جدا يسمح لك بزيادة دخلك غير الراتب الأساسي الذي سيعطوك هو.
الآن المجال الثاني والذي أنصح به الجميع هو مجال العمل الحر. كل شخص موجود على وجه الأرض لديه موهبة معينة، البعض اكتشف ما هي موهبته والبعض لم يكتشفها إلى الآن. ابحث عن موهبتك، ما هي موهبتك؟ هل تحب الجرافيك ديزاين؟ هل تحب البرمجة؟ هل عندك موهبة في الرياضة؟ مهما كانت موهبتك اسعى لتحويل تلك الموهبة إلى مهنة. مثال، شخص جيد جدا في الفوتوشوب، عملك الآن هو التصميم من خلال الفوتوشوب، أعمل لنفسك إعلان وضعه في مواقع مشهورة كثيرة زي فايفر، زي كريكليست، زي مثلا كيجيجي. هناك مواقع كثيرة جدا، كل دولة في العالم يوجد فيها مثل هذه المواقع، مثل السوق الإلكتروني، تعرض فيه خدماتك. الآن عندك السن نمبر وتفهم النظام الضريبي وتبدأ تعرض خدماتك، ضع إعلانات في كل مكان في الكوميونيتي، سواء داخل المجتمع المسلم أو العربي أو الأفريقي أو داخل مجتمعات مثلا في الجامعة عندك، أعرض خدماتك. صدقني يا أخي أو أختي، ستجد من يطلب خدماتك، وإذا عملت باحترافية شديدة سيكثر عدد زبائنك. الآن عندما يدفع لك الناس، الآن أنت تحدد السعر، بناء عليه أنت لست محدد بالعشرين ساعة التي طلبوها منك. لنفرض أنك كان شغلك كثير واضطريت تعمل مثلا 12 ساعة في الأسبوع، الأمر لك، يعود لك أنت، والجهات التي تحكم عدد الساعات لا، ليس لها قدرة على التحكم في هذه المسألة، لأنك تعمل عمل حر، وهذا مثل الثغرة في قانون العمل بالنسبة للطلاب التي أنصح الجميع باستغلالها. الآن بعد أن تعمل وعندما يأتي آخر السنة ويطلب منك إشعار الضرائب، بما أنك أنت صاحب العمل وبما أنك أنت تحدد عدد الساعات التي تعملها، الشيء الذي عليك القيام به هو حدد لنفسك الراتب بناء على الدخل الذي وصلك. أنت حر، هذا مالك، حدد لنفسك $50 في الساعة أو $100 في الساعة، الأمر يعود لك. كل المصروفات التي صرفتها أثناء عملك، مثلا إذا احتجت تشتري لابتوب، إذا مثلا احتجت تشتري مثلا سوفتوير جديد، البيت الذي ساكن فيه وتدفع إيجارك، كل هذه الأمور أدخلها في تكلفة العمل نفسه، لأنك إذا تعمل من البيت، بيتك هو مكتبك. عندما تدخل هذه الأمور كلها في تكلفة العمل الذي تقوم به، ستجد أن مصروفاتك تفوق إيراداتك، بالذات أيضا إذا حسبت رسوم الدراسة. رسوم الدراسة على فكرة يا إخوة بإمكانك استرجاعها من الضرائب إذا تعمل ضرائبك بشكل صحيح. ستكتشف في آخر العام أخي وأختي أنك ستسترجع من الحكومة بعض تلك المبالغ التي دفعتها في الإيجار وغيرها وغيرها، ولن تدفع أي شيء ضرائب، وهذا ليس تحايل على النظام، وهذا ليس غش، هذا فقط استغلال ثغرات في النظام يعلموها الحكومات الغربية، تعلم أن هذا الموجود وهم لا يعتبروه ثغرة، لكن يعتبروا هذا هو النظام، من يسير عليه هذا ما سيحصل عليه. لنفرض أنك لا تمتلك أي مواهب تقنية مثلا في البرمجة أو فوتوشوب، إذا تشاهد هذا الفيديو معناه أنك تتحدث العربية، استغل هذا الأمر، ابحث عن عمل في مجال الترجمة سواء في الفنادق أو في العمل الحر، أيضا بإمكانك العمل بشكل حر في مسألة الترجمة، ترجمة الأبحاث، ترجمة النصوص، ترجمة أي أمور قد يتطلبها الناس. وهناك أمثلة كثيرة ونماذج كثر، أعرف بعض الإخوان في كندا، في أمريكا، في بريطانيا، في ماليزيا، في تايلاند، في دول كثيرة حول العالم اتخذوا مجال العمل الحر واستطاعوا بفضل الله تعالى ثم باجتهادهم ليس فقط دفع رسومهم الدراسية، ولكن استطاعوا العيش في رغد من الحياة، استطاعوا السكن في سكن جيد وامتلاك سيارة وكل هذه الأمور، لأنهم سلكوا مجال العمل الحر. إذا لا توجد عندك موهبة، ابحث عن موهبة وطورها، ادرس البلد الذي تريد الذهاب له، ما هي الأمور التي مطلوبة بشكل كبير. إذا المطلوب هناك مثلا تصميم المواقع الإلكترونية، أدخل في دورة متخصصة وتعلم كيف تطور المواقع حتى تستطيع العمل في هذا المجال مع الدراسة في نفس الوقت. أتمنى إن شاء الله تعالى تكونوا استفدتم من الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم إن شاء الله سنتحدث عن دراسة الهندسة في مالي.